تعالوا نعمل مع بعض طبق صيامي. احنا مع بداية الصيام مع اخواننا المسيحيين في وطن واحد وارض واحدة، نستمتع بالحرية الوطنية، نستمتع بكل الفكر الطهوي كمان حتى في المطبخ. احنا مع بعض صايمين بنعمل كل يوم طبق صيامي. هعمل النهاردة فاصوليا خضراء ولكن بإبداع طهوي جامد جدا، انا بعشقها. فاصوليا شجعتني وانا بشتريها ان انا ابدع فيها، اهي بالخير ارضنا امعناها ومعانا بالشكل ده كده. تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي. مقادير بسيطه وسهله ولكن فكر طهوي. معايا طاسه شديده الحراره على النار، اهي حبيبتي دي، حلو الكلام. وتعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي. المقادير على الشاشه، اكتبيها ورايا وسجليها. فاصوليا خضراء، بصل شرايح، وفلفل الوان، وتوم وملح، حلوه، ونعناع اخضر، ومعانا بشره كمون حلوه بتتحط في الاخر بعد السلطه ما تطلع من النار مع زيت الزيتون. ولكن نروق البوتاجاز بتاعنا قبل كل حاجه عشان وارد ان جارتك تخبط عليكي. معانا مين؟ مروه. يا مروه. رانيا. يا رانيا ازيك؟ الو. يلا يا رانيا فرصه تانيه، تعالوا كده نقفل النار دي كده عشان فاتوره الكهرباء ما تجيش عاليه. ما تسيبيش البوتاجاز مولع بكهرباء على الفاضي، ما تسيبيش الغاز مولع على الفاضي. عايزاه شغليه بالراحه. حلو، ونسيبي عين واحده بس احنا شغالين عليها. حلو قوي، ده مهم جدا يعني الاقتصاد ده، وانك انت توفري بايدك على فكره. يعني ما نقولش بقى الحاجه غاليه والمصاريف، لا في مطبخك انت حره، انت مملكتك دي زي ما انت عايزه. تعالوا نشتغل مع الفاصوليا دي كده. معانا بصله حلوه زي دي كده، الله على البصله ولونها، وسكينه حاميه، ونقطع البصله دي شرايح. اللهم صل على النبي. هقول بقى حاجه كده وانا بقطع البصل، بما لقيت بصله حلوه معايا باجي اعمل بصله للكشري. بصله بتقطعها جوليان، عايزاها مقرمشها، عايزاها بشخصيتها. في طريقه لتقطيع البصل، هناخد الكاميرا الحلوه وفرسان التلفزيون المصري ونشوف المسام وتفاصيل البصله يعني بقدره الله سبحانه وتعالى. من عند الجذع بتاعها بتلاقيها ماشيه كده، بص عليها كده، اهي اهي اهي، شوف دي كده، بص اهي التفاصيل دي كده، شفت ماشيه كده. هعمل ايه انا بقى؟ الطريقه اللي انا هقطع بيها كده البصلايه مش هتعيش معايا، هتتقطع مني وتبقى بوريه. بالطريقه دي البصلايه تعيش معايا، يبقى هنا مش هتعيش، هنا تعيش. ازاي؟ هنمسكها كده بالشكل ده كده، وسكينه مع بعضك لا ونقطعها كده. اللهم صل على النبي. ايه المصطلح اللغوي للتقطيع تقطيع البصل؟ البعض يقول لك عليها جوليان، شرايح، سلايز. سلايز ده بتكون البصله كامله. جوليان لما تقطع البصله وتعملها بالشكل ده كده، نفس القصه تخش الثانيه كده. وقطع البصله، انا ببص لاخويا شفيق. اهم حاجه تتحكمي في السكينه بتاعتك بالشكل ده كده. اللهم صل على النبي. ناخد البصله دي، عارفين يا عم الشيف، على طاسه شديده الحراره مع زيت زيتون، احنا بنعملها صيامي. حلو الكلام. امسكها الاول افركها بايدي كده. انسى دي تتقطع، انسى، انا ماشي مع اتجاه الايه المسام بتاعتها. لو قطعناها العكس زي ما شفنا الاول هتتكسر منك. شفت البصلايه؟ تعملها لطبق كشري، تعملها لسلطه حلو زي ما عملها دلوقتي. احنا مع بعض زيت زيتون على النار، اللهم صل على النبي. حلو قوي، كثافه زيت الزيتون مش مشكله. حلو. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ معانا عود روزماري وعود زعتر، اخد الفليفر بتاعهم. هو ده عايز. شفت الزعتر مع الروزماري اداني طعم ازاي؟ انزل بالبصلايه الحلوه، الله على ريحه المطبخ، الله الله، يا بختكم الاساتذه المصورين. وانزل بالبصلايه دي كده. بنجيب المكرونه اللي بدنا نسلقها نص سوا، وناخد من الشوربه بتاعت سلق المكرونه نعمل الوايت صوص بتاعنا، معلقتين دقيق، شويه حليب، كريمه لباني. عملنا الوايت صوص يا ست الكل، بيكون الوايت صوص بتاعي خفيف لان المكرونه لازم تغلي مع الوايت صوص شويه. عايزينها بالمشروم بنقطع مشروم، عايزينها بالفراخ بنقطع في قلبها فراخ نحمرها مع بصله وتومه. المكرونه بالوايت صوص يا اما بالفراخ يا اما بالمشروم يا اما بالجمبري. حلو قوي. نقلب كده. بصلايه خدت لون، خدت طعم الروزماري، خدت طعم الزعتر، وانا شغال كده. معانا في المقادير فلفل الوان، اللهم صل على النبي، الاحمر والاصفر والاخضر. نقطعه ازاي مع بعض واحنا شغالين؟ لا ما تقلقش، طماطم في الفرن انا مأمن عليها. ادي الفلفل الالوان بتاعنا،
وادي الاخضر بتاعنا وادي الاصفر هنا كده، ونيجي هنا بالراحه خالص اه، نحط دول فوق بعض. يعني انت عايزه تعملي زي كده مفيش مشكله، بس يعني انتوا عارفين الشيف دايما يعني بيبقى عنده ايه افتكاسه طهويه كده اه، وعايز اقطع دول شرايح ما تفرمش في الكبه ما انصحكيش اه، واحط دول كلهم تحت السكينه كده، ومسيرك يا ملوخيه تيجي تحت المخرطه اه. اللهم صل على النبي اه اه. التقطيع دي مهمه، في ثواني قطعت ايه الكميه اللي انت عايزها اه، وتقطيع تبقى واحد، ما الاقيش بقى ايه حته كبيره وحته صغيره اجيب بقي جنب بقي عشان اكلها، لا خالص، في اطفال هيقعدوا، في ناس ما بتحبش الفلفل متقطع كبير اهو بالشكل ده كده اه، زي الفل. هناخد الفلفل ده يا عم الشيف ينزل على البصلايه الحلوه بتاعتنا زي ما هو كده اهو. اللهم صل على النبي. ايه رايك في التقطيعه دي يا ابو خرجنا؟ زي ما هو كده اهو، هو ده. انا عارف انك انت بتعشق الالوان دي اهو. سلطه الفاصوليا بالفلفل صيامي اهو، مدرسه طهويه مختلفه وطعم تاني اهو. كل الخضار ده مع بعض هنحط عليه شويه زيت زيتون ونغطيه اهو، واحنا مع بعض اهو نغطيها هسه، نغطيها شويه اه، حلو قوي. الغطا الكبير ده كده، ونبص على الطماطم بتاعتنا. اغطيها ولا ما اغطيهاش؟ غطيها اه، حلو قوي. ونروق المطبخ بتاعنا كده عشان ما بقاش عندنا تقطيع تاني اه. انا بوريك المطبخ لما تخشي بحب بمزاج، انت من جواكي عايزه تعملي حاجه حلوه، المطبخ يبقى بسيط وسهل، واهم حاجه النظافه، ايدك في النظافه اول باول اه، كأننا ما عملناش حاجة. معانا الحلة على النار فيها الفلفل الألوان مع البصلة. أفتح تدفع كام؟ بص على الحلاوة دي، بص على الحلاوة دي، إيه ده؟ إيه الحلاوة دي؟ شوف الفلفل بألوانه وتفاصيله، إيه الجمال ده؟ إيه الجمال ده؟ يلا قلب. التقليبة دي مهمة أه. أنا مش مطلوب إن أنا أحمر بصلة، مطلوب إن أنا أشوحها على النار أه، لأن دي بعد كده هتبرد زي الفل تمام. الله ينور أهو. إيه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ إيه الجمال ده؟ لسه ما حطيتش أي بهارات، البهارات بتاعتنا هنا لطيفة، شوية ملح، شوية فلفل أه بس وخلاص، شوية كمون كده بعد ما تطلع، والكمون اختياري. ناخد الفاصوليا الخضراء بتاعتنا نسقطها هنا كده أه. شفت الخضار بتاعها وجمالها؟ دي تتاكل نية، عاملة زي الفل الأخضر. أنا شفت بشايل الفل الأخضر إمبارح والله، كانت مع راجل طيب كده. اديها دلوقتي شقشاء ميه، ولازم يكون سخن من فضلك، شقشاء الميه اللي ينزل على الفاصوليا دي سخن، ممكن من البوكي جارني بتاعنا اللي معانا من اول الحلقه الصديق حله. والنار شغاله تحت منها، وخلصت السلطه بتاعتي، تبرد بعد كده نغرفها. عايز ناكلها سخنه؟ اهلا وسهلا، زي ما هي كده يا ست الكل اه. شقشاق ميه، شقشاق ميه، عندك ميه بتغلي في البراد، اهلا وسهلا. شوفي خضارها ودلعها دلوقتي، الله. وسيبها على النار. اغطيها ولا ما اغطاش؟ اغطيها بعد ايه؟ شويه ملح صغيرين كده اه، زي الفل. واسيبها شويه ونشوف اخبار الجبنه. الله، يلا مع نفسك شويه كده. نرجع للفاصوليا بتاعتنا، الاخبار ايه؟ يا حلاوه اه، جاهزه. نقلبها بالراحه خالص بشوكتين كده اه. تغلي. شفت الفاصوليا؟ طبخة نعم. حاضر، عينيا عينيا، انا عارف انت ابداع، فرصتك يا شفيق، تحب الحاجات والالوان اه. طب تسيبني اقلب الفاصوليا وعايزك تجيب الطماطم اللي انا فرحان بيها في الفرن اه. معلش حبيبي، دي طبعا لازم الفاصوليا تشرب من ميه البصل وميه الفلفل اه، شايفه السلطه دي لازم تبرد، عايز تاكلها بسرعه تبرد، تاكلها سخنه اهلا وسهلا مفيش مشكله، زي ما انت عايز. دي صيامي وصحي 100%، بص دي بقى هيلسي هيلسي يعني، خدي تحتها خط من هنا لسور الصين اه. مكوناتها زيت زيتون آه. تنفع لكل المرضى، مريض السكر، مريض الضغط، مفيش حاجه خالص. ده انا هعمل حاجه فيها دلوقتي تركايه
بس سيبها للاخر بقى المفاجاه بصراحه. تركيا هتفاجئ الجميع طبعا، كله قاعد دلوقتي منتظر. شفت ازاي؟ تركيا صغيره هتفاجئ الجميع. ايه هي؟ هنعرفها مع بعض دلوقتي. هسيبها على النار تاني واغطيها. حلو الكلام. وتعالوا نفتح الفرن نشوف جمال الفرن ودلع الفرن. حلو قوي. تعالوا مع بعض نشوف هنعمل ايه مع مفاجاتنا للفاصوليا بتاعتنا. تركيا بتقول ايه هنا بقى؟ شويه بقدونس مفروم ناعم. حلو قوي. سنة الشبت صغيرة. حلو. بقدونس وشبت. بنزل عليهم. أنا عايز أعمل التركاية. خلي بالك دي يعني إيه؟ هتخلي الفاصوليا دي تتكلم مصري. بص. معانا بقدونس وشبت. عصير ليمون. يا ويلي. دي المفاجأة بقى. فص توم ني. هي دي بقى الإيه؟ القنبلة زي ما بيقولوا. فص توم ني. كوليسترول، ضغط الدم. توم الني بيعمل ايه دوره؟ بيسيح الدهون في ادق الشرايين، يساعد على سريان الدم في ادق الشرايين الرفيعه. هو والجنزبيل، هو والبصل. شفت التركيه دي؟ شويه الكمون. الفاصوليا هتطلع من النار تنزل على الايه؟ على الخلطه اللطيفه دي. حلو قوي. ننزل بالفاصوليا عشان وقتنا قرب يخلص والوقت سرقنا. ايه الحلاوه دي؟ زي ما هي كده. يلا دلعني بقى، دلعني بقى، دلعني بقى وشوف الحلاوه، دلعني بقى وشوف الحلاوه. شوف الاصطدام ده كده، الاصطدام الطهوي ده كده، كزبره خضراء يا ويلي. مع شبت، مع عصير ليمون. اني اهي بلاشها خالص يا فندم، شيلها من هنا. السلطه بتاعتي جميله. نقلبها كده بسرعه. تقدم باردة ولا سخنة يا شيف؟ اختياري. ألف هنا وشيف اللي ياكل منها. صيامي 100%. هيلسي 100%. مريض السكر ياكل منها، مريض الضغط ياكل منها. جهاز الهضم عنده مشاكل ياكل منها. تساعد على الهضم؟ نعم. مشاكل الإمساك ياكل منها. مقبلات؟ عينيا.